بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. معكم زينة شاف. زينة اليوم جابت لكم، جيت ندير معكم لي ميني بيتزا. بون لي ميني بيتزا قلنا نبدلو شوية، ساعات بورة كل ساعات. واش نديرو؟ واش عندي؟ عندي 4 حبات تاع طوماطيش، شويتهم قطعتهم، 2 حبيبات تاع فلفل، وحدة حمراء وحدة خضراء، حبيبة تاع البصل، 3 سنينات تاع توم، مغرفة تاع القهوة تاع طوماط كونسونطخي، شوية تاع حار اللي يحب يدير الحار، نص فنيجل تاع زيت، مغرفة تاع السكر باش نحيو لاسيديتي، ومغرفة تاع قهوة نتاع ملح. بون دوك ندير، نبداو نطيبو فيها. نديرو في لابوال الزيت، انا درنا، نزيد لا طوماط، الفلفل، البصل، نزيد الثوم تاعي فوالا، ونخلط، ونزيد ندير الفلفل الكحل، الملح، هايليك نص مغرفة تاع القهوة تاع لا طوماط، ونزيد لها شوية تاع الحار. انا قلت لكم درت لها شوية تاع الحار، تحبوا ما ديروش الحار ما ديروش. دوك انا نخليها طيب على نار دليلة. واش نروح ندير؟ نروح ندير لاباتا بيتزا ديالي. لاباتا بيتزا تاعنا واش فيها؟ عندي 300 غرام فارينة، عندي 10 غرامات نتاع لا ليفيغ البولونجي خميرة الخبز، عندي مغرفة نتاع قهوة تاع السكر، ونص مغرفة نتاع ملح، وعندي 6 مغارف تاع زيت، و150 غرام تاع ماء. بون دوك نجيب البول تاعي، نحط لا فارين، نحط الملح، السكر، ندير الخميرة ما نخلطهاش مع الملح، عامليك 6 مغارف فوالا، ونديرها تتنعجل لي واحد 10 دقائق، ونزيد 150 غرام تاع الماء فوالا. ندير بشوية الماء، ليسونسيال 150 غرام. نعجنوها، هاي ليك شوفو كيفاش دوك تعجنت لنا. دوك واش ندير؟ هاي ليك شتو كيفاش تكون لنا لازم العجينة هكذا طرية فوالا. دوك نديرها تخمر لي، نرجعها للبول ونخليها تخمر. دون هاي ليك لاصوص الطوماط تاعنا راهي وجدت. واش جبت؟ جبت انا عندي طون حنديرها بالطون وليزونشوا. الزيتون تاعي قطعته على نص باسكو الزيتون كبير، والفرماج ندير فرماج بورسيون، ما نديرش فرماج غابي باسكو بالفرماج بورسيون تجي خير، جربوها وتشوفوا. وليزونشوا والزعيد راه نديرها في لاصوص الطوماط. بون فوالا هاي ليك العجينه تاعنا كي خمرت، شوفوا كيفاش جاتنا. نقسمها على زوج. جبت البلاطو تاعي دهنتو بالزيت فوالا، ونبدا نحل فيها. هاني حليتها دركا، جبت ثاني طبعتهم، ما نديروهاش رقيقه رقيقه، ما نديروهاش خشينه، راكو تشوفوا كيفاه فوالا. نديروهم دوك في البلاطو تاعنا، راني مشعله الفوغ ديالي، نجيب فرشيطة نتقبهم كامل، ونبدأ ندير في لاصوص تاع لاصوص طوماط فوقهم هكذا فوالا. دوك ندير نص نديرهم بالطون، ونص نديرهم بليزانشوا. نزيد ندير فوقهم الفرماج بورسيون، قلت لكم الفرماج بورسيون يجي بنين خير من فرماج غابي، من الجبن المبشور. نزيد ندير الطون، نكملها، نكملهم كامل، نكمل بليزونشوا بيان سور. وكي نخرجهم من الفوق واش ندير؟ ندير شويه تاع زيت الزيتون، ونديرهم بالبانسو كامل من الفوق، ندهنهم. هامليك دوكا كيفاش درناهم. دوك نروح نديرهم يطيبولي.
عاملك دوكا لي ميني بيتزا تاعنا كي طابو. درت لهم انا من الفوق قلت لكم شويه زيت الزيتون بالبانسو هكا دهنتهم، ودرت لهم شويه حشيش مقطفه. جربوهم بحشيش مقطفه من الفوق يجيو بنان هايلين. واش تقولكم زينه؟ تقولكم تاكلوهم ان شاء الله بالصحه. ولا كان حبيتو كاجي فيديو خليولي واش تحبوا ندير لكم ندير لكم. ولا كان حبيتو توصلكم كل حاجه جديده ابونيو معايا، اشتركوا معايا توصلكم كل حاجه جديده. قولكم بقاو على خير فيديو واحد اخر ان شاء الله جديد.